الناس توجهت وجوههم إلى ذاك، هذا بالتالي أقصى شيء عالم وزاهد، ذاك نبي من الأنبياء. فأخذه الحسد كما يأخذ عادة المتشاركين في الوظائف. مثلا تاجر إذا أجب جنبه تاجر واشتغل، إذا كان ما هذب نفسه وأخلاقه تشوفه يبدأ يحجي عليه، هذا غشاش يغش الناس، هذا يلعب على الناس، يزيد الأسعار ما أدري كذا. طيب بجنبه مثلا معلم ما له شغل فيه، أصلا ما له شغل فيه لأنه مو محل منافسة ولا محل تحاسد. طيب بس هذا التاجر اللي وياه بالسوق لا مشكلة، عالم ويا عالم على سبيل المثال أيضا، حتى العلماء يعني مو مبرؤون من هذا الأمر، إلا من عصم الله وهذب نفسه يشوف يتكلم عن هذا فاعل وهذا تارك وهذا دائم وهذا كذا وهذا كذا وإلى آخره. ولذلك إذا شفت أصحاب الصنع يتكلمون على بعضهم كلام سلبي يقول له الله يغفر إليك وإلي وإلى ذاك أيضا، بس ما نسمع كلامك. طيب معلم يتكلم على معلم ثاني، هذا ما يشرح زين وهذا يلعب على الأولاد وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يقول له الله يغفر إليك ويغفر إليه ويغفر إلي، بس ما نسمع كلام أهل الصنعة في بعضهم بعض، الكلام السلبي الكلام الإيجابي ما في مشكلة لأن التهمة منتفية هنا. تاجر على تاجر يتكلم عليه ويطعن فيه ما نصدقه، إذا يمدح نقول ما شاء الله على العين والرأس. طيب فهذا أيضا من أهل الصنعة، يعني واحد بالتالي كانت وجوه الناس قبله وتجاهه. الآن لما أجى نبي الله موسى صارت الناس تروح على نبي الله موسى فحسده، قيل أراد أن يدعو الله عليه دعوة تكسر ظهره. طيب فلم يستطع، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. في الروايات بعضها تقول حجب عنه الاسم الأعظم، حجب عنه الاسم الأعظم مو يعني فقط نسي الكلمات وإنما نزل عن تلك الحالة المعنوية التي كان يستطيع فيها أن يدعو الله فيستجيب دعاء، خلاص سقط منها، خلي يجيب هالاسم اللي كان يكرره أمس اليوم وباشر وعقب باشر ما يفيد، لأن الأثر مو أثر اللفظ وإنما هو أثر شنو؟ أثر الاتصال بالله عز وجل، أثر الانقطاع إلى الله عز وجل، أثر أن الله يشوف هذا الإنسان الداعي قد دعاه فعلا فيستجيب له. طيب ولذلك حتى لو جاب الاسم الأعظم اللي أمس كان يقرأ ما يأثر شيء.